أفول إحدى نجوم الفيلم الأسطوري حرب نجوم ستار وارز الأمريكية كاري فيشر عن عمر يناهز 60 عاما لا يزال يثير الكثير من ردود الفعل على ابنة إمبراطورية هوليوود والتي استطاعت أن تكسب مجدا تجاوز مجرة حرب النجوم سيما من خلال الدور المحبوب في الفيلم للأميرة ليا. She was very, very honest and لقد كانت صادقة جدا وكانت متواضعة جدا كما تعلمون حتى وإن كانت مشهورة ولعبت الشخصية الشهيرة للأميرة ليا ولكنها عندما مشت على البساط الأحمر كانت ككل الناس. فيشر الممثلة الكاليفورنية التي توفيت بعد تعرضها لأزمة قلبية لم تكن مجرد ممثلة بل كانت أديبة وروائية وكذا كاتبة سيناريو. الطريقة التي مثلت بها مكنتها من تقديم نفسها فهناك قوة في داخلها تجعلها قدوة للفتيات أعني أن الفتيات لديهن شخصية لاتباعها هي امرأة متمكنة جدا تمنح القوة وعلمتنا أن المرأة يمكنها أن تعمل أفضل وكل شيء ممكن لذا فالقوة لدى النساء. وتكريما لكاري فيشر قرر القائمون على فيلم حرب نجوم وضع صورتها في لافتة الفيلم بنسخته الجديدة في 2017.